يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا الصراحة النهاردة هيتقال فيه كلام، ولكن كلام مهم جدا 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 جدا. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الحب من طرف واحد. الحب جميل وأحلى حاجة في الكون وأحلى حاجة خلقها ربنا، ولكن الحب المتبادل بين الأطراف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا بحب واحد وهو بيحبني، بيجي يقول لي انا بحبك وبقول له انا كمان انا كمان بحبك، ويبقى كده الحب متبادل ما بيننا. في نوع تاني من الحب وانا بسميه دايما الحب اشد قسوة والاصعب من الحب، وهو الحب من طرف واحد. اكيد كلنا حبنا من طرف واحد زمان ايام المراهقة واحنا صغيرين. مين فينا مثلا ما شافش المدرس بتاعه، الهيرو بتاعه، مثلا مغني معين، ممثل معين، كان دايما شايفه ان هو ده فتى احلامه في سن المراهقه. ده عادي وطبيعي جدا، ولكن اللي مش طبيعي ان احنا نفضل بالمشاعر والاحساس ده الى ما بعد سن المراهقه. عادي جدا ان احنا ممكن نقابل ناس في حياتنا، ولكن في بعض الناس منا تشوف اشخاص تبتدي ان هي ايه تعجب بيها، تتشدلها، يتولد بعد كده احساس جواها ان هي بتحب الشخص ده، فتبتدي بقى ايه واحده واحده كده تعلى بسقف طموحاتها ناحيه الشخص ده لحد ما تلاقي نفسها بتحب الشخص ده تاتا من طرف واحد، من غير ما حتى تدي مساحه للشخص ده ان هو يقول لها مثلا ان هو كمان بيحبها. يعني حتى ما سمعتش راي الشخص ده، هو مثلا ممكن يكمل في العلاقه دي او هو كمان بيبادلها نفس الشعور ولا لا. طبعا دي صدمه تانية خالص. بس الصدمه الاكبر ايه بقى؟ لما تلاقي الشخص اللي هي حبته ما بينها وما بين نفسها ده ارتبط بحد تاني خالص، او هيتجوز او هيخطب. دي بتبقى مصيبه بالنسبه لها، مصيبه ممكن تخليها تدخل في صدمه، صدمه تؤدي الى اكتئاب، اكتئاب يؤدي الى عزله، عزله ينتج عنها مشاكل نفسيه بحته، ممكن تخليها بعد كده ما عندهاش الرغبة ان هي تخش في اي علاقة تانية، ان هي تعرف حد جديد. بيبقى عندها دايما خوف ان هي تواجه مسألة الحب من جديد. النهاردة ان شاء الله من خلال حلقتنا هنتكلم عن موضوع الحب من طرف واحد، وازاي نقدر نعالج نفسنا ونخرج نفسنا بره الموضوع دوت تماما ونشفي منه تماما. ان شاء الله هنقدم حلول كتيرة من خلال البرنامج بتاعنا النهاردة. فأي حد عنده مشكلة، واجه المشكله دي قبل كده، عنده مشكله اسريه حابب يشاركنا فيها النهارده ان شاء الله في الحلقه، يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. خلوني ارحب بضيفتنا الجميله اللي منورانا ودايما منورانا في كل الحلقات، استاذه ماجي فراج، معالج نفسي. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. ازيك انت؟ عامله ايه؟ انت استاذه مش دكتوره مبدئيا. ايوه بالظبط، عشان الناس عشان دايما بتتصل وبتقول دكتوره. خلوني كمان اقول دكتوره. استاذه ماجي، اكيد سمعتي المقدمه اللي انا قلتها دلوقتي. تمام. حابه اسمع وجهه نظرك في العلم، علم النفس صنف الحب من طرف واحد ده ازاي، او قال عليه ايه، او عرفه بمعنى ايه. ما نقدرش اقولك ان يعني ان علم النفس قال حب من طرف واحد معناه كذا كذا كذا، تمام، لان دي مرحله فعلا اوقات كتير من مراحل الطفوله كتير مننا بيعدي بيها. تمام. بس في بيعدي بيها وهو عارف انها حلم، زي مثلا نحب مغني، نحب ممثل، نحبي، وفي عدى بيها بطريقه مرضيه ان هو خلاص حب دوت. بس اغلب الناس اللي بيبقوا شايفين ان هم بيحبوا شخص معين بيبقى عندهم عدم تقدير لذاتهم، مش مقدرين نفسهم، مش عاطين نفسهم حقها، يعني ما عندهمش ثقه في نفسهم مثلا، يعني مش مقدرين اهميتهم. اوكي. مش ما عندهمش ثقه. قله ثقه مثلا يعني، ما هي يعني ممكن قله ثقه في نفسهم. اوكي. فاي حد ممكن يديهم ابتسامه كويسه، كلمه حلوه، بيصدقوا او بيبنوا وهم مع نفسهم وقصه وحوار، بالظبط، لان هم شايفين ان هم ما يستحقوش ان حد يبص لهم، او ما يستحقوش ان هم يتحبوا. فان معنى كده ان حد بص لهم او اهتم بيهم او يبتدي يهم نفسه بالقصه دي ويخش في القصه دي. فهو ده لو قلنا
نوع من انواع التعريفات او اللي عاده بيحصل، هي بتبقى عدم تقدير للنفس، قله ثقه بالنفس لو عايزه فعلا تقوليها انت بشكل ابسط. اوكي، ويبتدي ان بمجرد معامله كويسه، طبعا اكتر من مره مش من اول مره، طريقه كويسه في التعامل. في ناس على فكره يا دكتور، يا استاذه ماجي سوري، في ناس ممكن تتعاملي معاهم يعني ما يكونش قصدهم حاجه، ولكن الشخص ده ممكن يكون يعني هو لطيف، بالظبط، هو اسلوبه راقي، هو بيهزر معاكي عشان يعني حبك كشخصيه مش حابب قلبك، بالظبط فاهماني؟ فهم بالظبط. بيترجموها في حته تانية خالص، فاحنا لازم ناخد بالنا من النقطه دي. بس اخد بالي من النقطه دي ازاي؟ يعني ما دي النقطه دي بقى. بالذات مثلا ممكن تحصل، تلاقيها في ايه، في مرحله الكليه، البنات اللي لسه داخله الكليه، اوكي، ولما يبقى المعيد بتاعها بيعملها كويس، ده معجب بيا لان الفرق متقارب، حقيقي بالذات لو هي مثلا في تانية وهو لسه مخلص من سنتين، يعني 4 5 سنين فرق، فمعقول جدا، الموضوع ده فوارد. بيبتدي معانا من ثانوية عامة يا أستاذة ماجي. ما بيبتدي برضو تلاقيه ايه اللي هما زميلك، في وفي بيبقى محترف المهنة ديت، بمعنى صح ان هو يشتغل البنات الضعاف عشان تبقى ده رهان ولا لعبة ما بينهم ولا، وفي منه مش قصده، هو حد ما بيحبش يشوف مثلا حد قاعد لوحده او منكسر، لان في كتير مننا شخصيات كده فعلا. شخصيات كده، فيقول لك لا يا جماعة بلاش نعمل حد كده، خلينا وسط المجموعة، خلينا نندمج مع بعض، خلينا، فيقول لك هو منتبه لي، هو عاطيني اهتمام، هو بيبص لي، فبتركز ان هو مركز معاها هي بس، مش بيتعامل مع باقي الاشخاص مثلا او باقي اصحابها بنفس الطريقه، بالظبط هي كده بتبص له من المنظور دوت. بالظبط كده. لا ده قال لها مثلا، هو ممكن عايز يبقى لطيف معاها مثلا عشان هي حساسه شويه، يقول لها طب تعالي طب تعالي اقعدي في الكرسي اللي جنبي، ده اختارني انا ما اختارش ايه، صاحبتي مثلا. بالظبط، فيقول لك معنى كده بقى ان هو فضلني انا، فتبتدي تبني القصه دي في خيالها. طبعا اول صدمه بتبقى بالنسبه لها ان السنه خلصت وخلاص، مش هتشوفه تاني. ايه ده هو خلاص كده، يعني امال فين بقى، طب هو احنا مش هنتكلم، دي تبقى اول اول صدمة. بالظبط، وبلاش نقول صدمه، اول تجربه حقيقيه للحياه، انتي بترفضي دايما كلمة صدمة، انا عارفة. ايوه. هي اول تجربة قاسية في الحياة. اول تجربه حقيقيه، بلاش برضو قاسيه، بلاش ايوه الكلمات قاسية والله يا الكبيره. دكتور. والله حقيقي. اول تجربه حقيقيه مع الحياه اللي هتبتدي تتعلم منها، يعني سبحان الله لسه بقول لنفسي الكلمه دي المره، يعني في مره مرات وانا جايه لكم تهت في شارع معين، اوكي، فالنهارده عمال اقول ايه ده انا هطلع منه ازاي، اوكي، من غير GPS، بالطريقه بتاعت زمان اللي هو اروح هناك ازاي، وصلت ومشيت وعرفت، قلت طب ما انا ما كنتش فعلا غلطت اول مره، ما كنتش هتعلم تاني مره اني اجيها بسهوله، فالواحد لو ما يغلطش هيتعلم ازاي، حقيقي لازم تغلط الاول عشان تتعلم. بالظبط، بيتعلم الاخطاء. بالظبط، فيعني فلنفرض GPS لاي حاجه مش شغال، الانترنت وقع، وده بيحصل ساعات، اي سبب، طب يبقى لازم انا اغلط لان ده اللي هيعلم جوايا احسن. حقيقي تمام. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم حلقتنا النهارده ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن الحب من طرف واحد. اي حد حابب يشارك معايا النهارده في البرنامج يقدر يكلمني دلوقتي على ارقام البرنامج اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. دكتوره ماجي، استاذه ماجي، انا مصره ان انت دكتوره. ما ينفعش يبقى ماجي وخلاص. حلو اللقب ده، الناس بتدفع فيه فلوس كتير قوي على فكره. ليه الواحده مثلا بتضطر ان هي تحب من طرف واحد؟ من وجهه نظرك ليه؟ ايه اللي بيوصلها لده؟ ممكن تبقى هي بتدور على حاجه مفتقداها، اوكي، يعني عايشه حياه اسريه غير مستقره، الاب مش موجود لاي سبب، او الاب موجود بس في خلافات دايما مع الام، فدايما في خناق في البيت، فبتبتدي ايه، انت بقى منقذي، انت الشخص اللي هينقذني من العيشه اللي انا فيها، فتبتدي تعمل مشاعر واحاسيس تجاه الشخص دوت، اوكي، وبالاخص لو هما زمايل واصدقاء وممكن يكونوا بيتكلموا عادي، بتفضفض معاه،
فهي تبتدي تحول الفضفضه دي لمشاعر وهو مش هنا اساسا. تمام. فلازم هي تبتدي تاخد بالها هو كمان بيفضفض عن حياته بنفس الاسلوب بتاعها. يعني ايه؟ يعني مثلا مش بيتكلم على يومه ولا مثلا، لا يعني هو برضو بيتكلم، ما انا في البيت عندي برضو، ولا اختي مثلا او اخويا، يعني بنفس الاتجاه اللي هي بتتكلم منه. تمام. خلاص. طب ناخد اتصال ونرجع تاني. معانا استاذه ايمان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه ايمان؟ لو سمحت، انا كنت احب واحد، ها، وهو ممكن كان توطي يعني بس، لا ثانيه واحده يا استاذه ايمان، وطي بس صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بعد اذنك. انا كنت احب واحد، هو ما كانش يحبني، هو ما كانش فربيته بيحبك. هو قال لاهله، قال انا عايزه اخدها يعني هتجوزني، لما سالوه عنها. بس هو انا مش حاسه يعني انه ملهوف عليا وبيحبني، كيف اخليه يحبنا؟ عشان انا بحبه جدا جدا. يعني هو دلوقتي الموضوع دخل في رسميات ولا لسه؟ يعني هو جه يتقدم؟ لا مش متقدم، هو بيقول لي لما ربنا يسهلها يعني عليا. انت عايزاه يحبك بقى، انت عايزه تحس ان هو بيحبك. عايزاه يحبني، وعايزه اعرف ان هو بيحبنا يبقى اتجوزنا ولا لا يعني. اوكي ولا تمام. هو عم يقول كده يعني وخلاص يعني. يعني انت قصدك ان هو جاي يتقدم عشان هو محرج منك، ان حاسس بحبك له، فبيحاول يعني يشيل جزء مثلا من الذنب ان انت معلش بتحبيه. معلش انا الشبكه بتقطع، مش سامعاكي كويس، عايزاكي تردي عليا من خلال التلفزيون. طب اوكي تابعينا يا استاذه ايمان. تمام. هي دلوقتي يعني هي دلوقتي بتحب ولد. اوكي. تمام. وعايزه تحس ان هو كمان بيحبها. تمام. هو كل لما بتيجي تفتحه في الموضوع وتتكلم معاه دايما، يعني تفتحه في الموضوع كل مره، يقول لها ربنا يسهل ربنا يسهل. تمام. فهي كمان عايزه تعمل حاجه ان هي تحس بيه ان هو كمان بيحبها، بيبادلها نفس الايه المشاعر، يعني ما تبقاش هي لوحدها اللي بتحبه. ايه ما هي اوريدي اول خطوه صح يا ميتها، ان هي كانت واضحه وصريحه وهي راحت قالت له ان في مشاعر من تجاهها له. تمام. بدل هو فعلا ما خدش خطوه ايجابيه، يبقى هو ممكن ما يكونش عنده نفس المشاعر، او عايز يتاكد هو كمان منها مش منها هي كبني ادمه، من مشاعره هو، يا الا كان يبتدي ياخد خطوه ايجابيه. فيعني تديله شويه وقت عشان هو كمان يتاكد من مشاعره. طبعا ضروري ضروري جدا، لان خدي بالك يا ايمان، لو انت دخلتي في الموضوع ده لوحدك، على فكره اوعي تفتكري حتى لو هو جه اتقدم واتجوزته الموضوع ده هيطول. لا 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 خالص، هتبتدي هي تقدم تضحيات تضحيات تضحيات، وتفضل عايشه في دايره التضحيات عشان بس ترضيه، وهو بالنسبه له هيبقى شايف اللي هي بتعمله ده كله ولا اي حاجه. بالظبط. طب ازاي تخليها تحبه؟ يعني انا مثلا اهو، حلو السؤال ده، ازاي الفت نظر واحد قدامي مثلا ان انا يعني بحبه؟ ازاي؟ بصي، هو احنا هنا في المجتمع الشرقي ما بتقبلش دي، مع ان مثلا في الغرب ده بيحصل. اوكي. بس مع تقدم الحاجات كتيره اللي بتحصل دلوقتي في مجتمعاتنا الشرقيه، بقى فيه، وده مش عيب طبعا، مش انه عيب، بقى فيه ان البنت ممكن تصارح الولد ان هي مياله له. فبس ازاي اخليه يحبني؟ بصراحه ده مش ببقاش علم نفس فعلا. طب عشان كده مش عارفه اجاوب. يعني ساعات بصي، يعني بنت مثلا ممكن تلفت نظر ولد ان هي معجبه بيه، بضحكه، بابتسامه، باسلوب حنين شويه، بحبه اهتمام، عارفه انت الحاجات اللي هي ممكن تخليك. عشان كده بقول لك ده ببقاش علم نفس. هي بتعمل اي حاجه تلفت بيها نظر الشخص ان هي معجبه بيه، هديه بسيطه صغيره كده. هقول لك حاجه، بصي يا ايمان، انت عايزاه يحبك في يعني الولاد زي البنات على فكره، يعني ماديين بحت على فكره، بيحبوا الحاجات اللي فيها هدايا، هديه صغنطوطه كده مثلا تعبري له بيها قد ايه انت بتحبيه، يعني مش لازم تكون غاليه والله، يعني هديه بسيطه يعني. لا 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 لا، يعني لا, لا, لا. لا ممكن لو عملت بايه الذي هو ما عندوش احساس تجاهها. ثانيه واحده بس اقول لك حاجه يا دكتور، الحاجات دي بتولد احاسيس والله فعلا، الاهتمام ممكن يولد احاسيس، لو انا بهتم بالشخص اللي قدامي ده وعلى طول بقول له انت فين بتاع مش عارفه ايه، وهو حتى ما عندوش، بس ممكن يحب ده. بصي انا عندي ممكن حاله يحصل بنسبه 50% اتليست. انا عندي حاله 26 سنه متجوزين، بدأوا يتجوزوا ازاي؟ ايه بدأت قصة جوازهم؟ ان هما بيروحوا مع بعض الشغل وبيجوا مع بعض الشغل عشان بيشتغلوا في نفس الحتة وجيران. اتعودوا ان هما يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض. افتكروا
ان هما كده بيحبوا بيحبوا بعض، فاتجوزوا وبقى برضو بيروحوا مع بعض وبيجوا مع بعض، بس بدل ما كل واحد كان بيروح بيته بقى دلوقتي كل واحد بيخش اوضته. اوكي، ما بقاش في الحاجة اللي هم واخدين بعض على اساسها من البداية، الا وهي الحب. ما هم ما كانش فيه في الاول، هم اتعودوا ان هم يروحوا ويجوا مع بعض، فهم كملوا التعود. فهمت. فبالرغم ان هم لسه بيروحوا الشغل ويجوا مع بعض ويعني وخلفوا بقى عندهم بنتين كبار، بس دلوقتي مره واحده وقفوا مع نفسهم، ايه ده انا ما بحبوش، اوكي، وهو انا ما بحبهاش. تمام. هم ففي حاجات بقى ممكن هتحصل، ان اوكي هيفتكر او هيعتقد او هيميل لها عشان هي جابت له هديه ولا ابتسامه ولا طبخت له حله محشي. ولا فاهم. بس بتحصل. انا كان عندي حاله هقول لحضرتك عليها بس بعد ما ناخد استاذ رضا. الو الو الو، ازيك يا استاذ رضا؟ الله يخليك يا استاذه، عامل ايه؟ منور الدنيا يا فندم. الله يخليك، الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك يا رب. الوقت انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. انا في بنت بحبها، بس في بنات كتيره بتحبني ماشي بتكلمني وما برضاش يعني اوعدها بحاجه. اوكي تمام، يعني فتح الباب، يعني انت يعني بتسمع الناس وبتتكلم معاهم وبترد عادي صح كده؟ انا بتكلم معاهم وبرد عليهم وعايزين اتقدم لهم بنات كتيره. أوكي. بس انا رافض، ليه؟ متعلق بواحده تانية. حلو تمام. انا مش عايز اخش بيوتهم ولا اتكلم معاهم في حاجه عشان ما اوعدهمش بحاجه، عشان ايه يعني بقول لهم انا مربوط بحاجه تانيه. طب وانت ليه مش بتتقدم ليه؟ لسه نسمعه بقى. ليه ما روحتش تتقدم لحبيبتك طيب؟ بتقولي ايه؟ ليه ما روحتش تتقدم لحبيبتك مثلا او البنت اللي انت بتحبها؟ اللي بتقدم لها بتقول لي ابوها مش رافض ولا امها، وهم عربيين. ايه سبب الرفض؟ بتقولي احنا عرب. هم عرب، اوكي تمام. وانت منين يا استاذ رد؟ انا من الجيزه. اجدع ناس. من مركز الصف. اجدع ناس. يعني هما بيتجوزوا من نفس بيئتهم يعني بنفس قبيلتهم. اوكي. الواحد بيتجوزها وهي تصرف عليه، هو يسرح بالمعيز، طب مرزق بالمعيز. ماشي؟ وهي تصرف عليه. يعني هو ايه؟ يعني هي بقى دول كده. يعني هي تتجوزك وتصرف عليه. هي واحدة ثانوي عام. بس مش عايزة تتجوز في العرب. اوكي، يعني هما بيتجوزوا هي مش عايزة تتجوز في العرب، هي رفضاهم. ايوه تمام. هي مش عايزة تتجوز من نفس القبائل. ورفضاهم ورفض عيشتهم. تمام. طب وانت عرفتها ازاي وهي يعني هي مش عايشة معاهم؟ ابوها مش عايز يجوزها ايه بره، عايز يجوزها. هي انت تعرفت عليها ازاي؟ هي مش عايشه مع القبيله بتاعتها؟ هي مش عايشه مع قبيلتها؟ لا، هي عايشه مع قبيلتها. امال انت عرفتها ازاي؟ بس مش عايزاهم، هي مش عايزاها، مش قابلها. حضرتك عرفتها ازاي؟ ايه يعني اتعرفتوا على بعض ازاي انت وهي؟ انا اتعرفت عليها من خلال كان ماشي في المدرسه، ماشي، واحده صاحبتها عرفتنا عليها. صاحبتي انا مدرسه. فصارت بقى معرفه من 2007. وانا كنت ماشي معاها من 2007 واتكلمت معاها ورحت قدمت لابوها. واو، بعد كده 13 سنه. وما وافقت، وبعد كده ما عرفوا ان انا مش من فصيلتهم قالوا لي كل شيء اسمه نصيب. وانت لسه بتحبها لحد دلوقتي يا رضا؟ ها، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ والله لسه بحبها، والله كاتب كشكول قد كده كبير يجي 1000 جهاز ورقه. ربنا يجعلها من نصيبك. كتب حب وكده، انا شاعر اساسا ونسال. ما شاء الله، كلك احساس يعني. طيب وهي لغايه دلوقتي ما ارتبطتش؟ وبدي في المجلات على طول. هي لغايه دلوقتي ما ارتبطتش يا استاذ رضا؟ لا، ما اتجوزتش دلوقتي. هي مدرسه ثانوي عام. يعني بقالكوا 13 سنه تعرفوا بعض، لا حضرتك ارتبطت ولا هي ارتبطت؟ من 2007 وانا متعلق بيها. تمام، شكرا يا استاذ رضا. طب معلش، هو سؤال مش مفروض يبقى يعني في مجال حديثنا. طب وليه ما فكرتوش انتوا تاخدوا الخطوه مع نفسكم؟
يعني 13 سنه حب دوت، يعني ليه ما فكرتوش في حل زي ده؟ لا ده صعب اكيد، هي من القبائل العربيه. امها بتقول لي اشتغل في الملابس ولا اديها لك، ولا انا بكتب في المجلات وبجيب الشعر وراكب الاسلام. تقول لي لا اشتغل في شركه الملابس. طب هشتغل في شركه الملابس؟ انا لا اعرف حاجه في شركه الملابس ولا اعرف اشتغل في شركه الملابس. وامها بتقول لي اشتغل في شركه الملابس واديها لك. قلت لها ماشي، ريحت على قد عقلها ورحت قدمت لها تاني وطلب مني ذهب كتير جبته لها، وبرضه رحت لهم بالذهب رفضوني. بيعجزوك يعني؟ بيعجزوك يعني رفضوني. قالوا احنا عايزين 800 جرام. جبت لهم 800 جرام وبعد كده رفضوني، قالوا ان احنا هنديها لك لو مسكت عمود كهرباء. قلت لهم ماشي، انا كده كده من غير اي حاجه هاخدها. ماشي تمام. البت طلعت تجري ورايا ماشي. قلت لها ارجع انت بقى ايه، انا كده كده مش عايزك. وزعلت وراحت ايه قالت لي انت مش عايزني، ورحت ضاحك. قلت لها انا عايزك بس ارجع بقى عشان اهلك معلش. ورحت مروح على كده. اهلا غدارين الكلب غدارين. شكرا يا استاذ رضا لاتصالك، ميرسي ميرسي لاتصالك. واسمع رد دلوقتي من خلال التلفزيون، يعني حد لاقي حد يعني دلوقتي الشباب مش لاقي تصرف، بيجوزوهم هناك في العرب والبنات بتصرف عليهم. والله دلوقتي قلت معلومه قدام الدنيا كلها، تلاقي الشباب كلها دلوقتي بص رايحه عند القبائل بتاعتهم بالظبط، يعني وهنشتغل في الملابس. المشكله زي دي يعني بجد انت بتكافح، يعني الموضوع بقاله 13 سنه، يعني انت بتكافح يعني الله يعينك طبعا. بس يعني متهيألي الناس دي بيبقى ليها يعني رولز معينه او بتتقال ايه بالعربي، يعني قواعد معينه مثلا، تمام، بيبقوا ماشيين عليها وما فيش حد فيهم بيعرف يخرج براهم فعلا يعني. ايوه بس المشكله مش كده، المشكله فيه هو. ليه انت يعني انت جربت مره واثنين وفاهم ان دي قبيله ولها نظم بتاعتها ولها يعني الشعائر بتاعتها ولها العادات بتاعتها، يعني وانت بالرغم من كده بضحي ب 13 سنه اوكي من اكيد يعني شباب وعمر ويعني خلاص، والوقت هيبتدي يسرقك فعلا عشان انت كمان عايز تتجوز، عايز تنجب، عايز تكون اسره طبعا. ايه اللي يخليك خلاص لا كفايه بقى؟ يعني ايه اللي منعك ان انت ما تشوفش نفسك؟ طب وبعدين امتى هتشوف نفسك؟ امتى هتشوف رضا؟ يعني امتى انت هتفضل عايش في الصوره دي؟ طيب اعمل لهم واروح اجيب مش عارفه قد ايه دهب، يروح يجيب دهب، لا روح اعمل معرفش ايه، اروح يعمل معرفش ايه. هو طب بيحارب عشان ياخدها، هو ذات نفسه. طب خلاص حارب يعني مره واثنين تحس ان هو عمل كل اللي عليه وزياده كده، كتر خيره بجد يعني، عداه العيب وازح زي ما بيقول ماشي. وبرده بيقول لك انا لسه قاعد. فين رضا بقى؟ يعني انت عملت ايه رضا؟ فانت كده ما انت كده اوكي بتحبها ايا كان اسمها تمام، وبتموت رضا. لان امتى رضا هيعيش؟ طيب معانا اتصال، معانا استاذ احمد. الو السلام عليكم يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله يا فندم، حي حضرتك على هذا البرنامج. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. تسلم لي، ميرسي. اتفضل. معلش فجأة لما اتكلم بس ملحوظه صغيره بس. اتفضل يا فندم. معلش البرنامج بس يعني بيتزامن مع توقيت صلاه العشاء، ممكن لو حضرتك يعني بس لو تفضلت يعني من نص ساعه تقديم او تاخير مثلا. والله احنا ملتزمين بميعادها وحياه ربنا. معلش ممكن تتابع الحلقه بعد كده كامله من خلال الرابط اللي بينزل على اليوتيوب. ميرسي يا استاذ احمد. تمام معانا استاذ وليد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ وليد؟ في نعم الحمد لله، انا بشكرك على الحلقه المفيده والله، جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا رب، تسلم. لا لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ هي سامعاك يا فضل، استاذه ماجي معاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت دكتوره، انا متزوج ادي لي حوالي 8 سنين. تمام. وعندي ولد. الحمد لله. ولكن معي الزوجه انا يعني تلقاها عندها بخل في المشاعر فوق ما تتخيلي. وكذا مره يعني عده مرات اكلمها في الموضوع ده
تقول لي والله انا بحبك، مش المهم اللي انا اقول لك بحبك، واقول لها يا ستي انا عايزك تعبري لي طبعا، انا عايزك تعبري لي على الحاجات دي. تقول لك لا، تقول لك الحاجه دي في القلب. قلت لها يا ستي الظواهر دي عرفها ربنا، الباطن دي عرفها ربنا، لكن انا عايز حاجه ظاهره. استاذ وليد انت كنت واخدها كده زمان ولا بقت كده بعد الجواز؟ لا لا يعني انا هي واخدها كده، واخدها كده. انت بقالك قد ايه متجوز؟ 8 سنين. طبعا انت عارف فتره الخطوبه طبعا لما تبقى في حاجات يعني، وبعد الزواج لما تبقى حاجات. يعني بقالك كام سنه يعني تقريبا؟ 8 سنين متجوز. 8 سنين تمام. استاذ وليد انت عايزها تقول لك بحبك صح كده؟ نعم، ورغم ذلك اللي انا تمام. حضرتك بتقول لها بحبك؟ اقسم بالله ولا لك والله العظيم ثلاثه رسائل، ومثلا بحبك فوق ما تتخيلي، فاهمه؟ ويعني انا معلش مع احترامي بتقول لها في وش يعني لما بتيجي من بره اول ما بتفتح كده بالمفتاح وتدخل بتقول لها وحشتيني بحبك؟ والله زي ما بكلمك اكيد اكيد انا بقول لك هو 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 ماشي. يعني انت كل يوم وانت اصل معلش انا عايز اوصل لحضرتك لنقطه معينه دلوقتي. لما حضرتك كل يوم في ميعاد رجوعك من الشغل نقول مثلا مجازا الساعه 2 تمام، فانت كل يوم لما بترجع من الشغل وتفتح الباب يا فلانه اخبارك ايه وحشتيني النهارده قوي بحبك. انا بقول لحضرتك يا استاذ فقد الشيء لا يفقد الشيء لا يعطيه. انا اللي ما كنتش بعمل الحاجه دي ولو كنت طلبتها قدريني. هو بيعملها ومستمر عليها بس نفسه بقى يشوف المقابل اللي هو بيعمله. ما هكمل بس بالظبط انا مش معترضه تمام. ما اللي انا عايزه بس اوصل مع حضرتك للاخر بس يعني خد نفس كده عشان اعرف اكمل كلامي تمام. دلوقتي هل من المنطقي ان انا دلوقتي كل يوم او كل مره باجي البرنامج واخش ابوس مونيكا ولا ازيك يا حبيبتي عامله ايه وهي الحمد لله مره بقى ازيك يا حبيبتي عامله ايه الحمد لله اكيد خامس سادس سابع عاشر مره هترد عليا تقولي وانت كمان وحشتيني. ما هو يعني ما مش من المنطقي ده بالمنطق ملوش دعوه هو بعلم النفس ان انا كل مره اقول لها وحشتيني تقولي اوكي اصل حصل كذا. هتيجي يوم من الايام هتتعود مني على الكلمه فتلقائيا هترد عليا او لو انا ما قلتهاش ثواني او لو انا ما قلتلهاش هيبقى ردها ايه ده انت ما قلتيش وحشتيني النهارده لان هي اتعودت على سماعها. هو 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 بيتكلم يعني عايز يعني يوضح نقطه معينه الا وهي ان هي عندها فتور في المشاعر، فهي يعني حتى لو هي واخده على كده معايا صح كده معايا يا استاذ وليد؟ يعني لو هي لو هي حتى مثلا متعوده ان هو بيقول لها هي ما عندهاش رد مناسب ليه دايما، هي عندها فتور في المشاعر ممكن يكون ما عندهاش حب ليه على فكره. يعني ما انا كنت لسه هقول لك ده اول حاجه لو هي لو هو كل يوم تمام. تاني حاجه ممكن يكون انت حبك اكتر من حبها هي صح، فانت بالتالي تعبيرك اكتر لان هي حبها اقل، فهي شايفه ان لو قالتها لك من وقت للتاني يكفي. ده نوع. النوع التالت ممكن هي ما بتعرفش تتكلم بس بتقولها لك بطريقه ايه تعمل لك الاكل اللي انت بتحبه مش اي اكل وخلاص، بتحطه لك بطريقه انت بتحبها. هي ما بتعرفش تتكلم بس بتعرف تعبر بتعبر من خلال مثلا اكله حلوه مثلا او بتحب في الحاجات المشتركه ما بينكوا عيد جوازكوا عيد ميلادك تحب تعملك مفاجآت انت ما بقاش متوقعها، دي طريقه برضو حبها. هي مش عارفه تقولها فبتعملها عملي، بتعملها بطريقه شيك. فهو مش لازم ان حضرتك يعني بلاش تتوقع لان كل ما انت هتتوقع انت اللي تعبان. شكرا استاذ وليد. معانا استاذ محمد. الو مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير استاذ مونيكا وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذه ايمان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذه ماجي. انا اسف جدا. لا ولا اهلا بحضرتك. انا بس كنت عاوز اتكلم في نقطه معينه بخصوص الحلقه. اولا انا بشكرك على تقييمك للامور بشكل موضوعي بس انا كنت حابب اتكلم من وجهه نظري انا الشخصيه. انا مش هتكلم بالشكل العام. انا اولا معترض مش معترض على الاسم بتاع الحلقه لكن انا معترض على فكره ان يكون الحب ده من طرف واحد لان الحب
لازم يكون بين اتنين. انا معاك، بس عايزه اقول لك حاجه، اسالك سؤال بس وانت بتقول النقطه دي، موجود في مجتمعنا ولا مش موجود؟ للاسف. بس احنا بنناقش نقطه موجوده في مجتمعنا. عارفه ليه موجود؟ اتفضل. علشان هي الفكره يعني موجوده في المجتمع، لان مفيش وعي او ازاي ان احنا نتفادى الحته دي. في مطب محطوط وكلنا مفيش اشاره، انت لو ماشيه بالعربيه هتلاقي مطب، لو مفيش والدنيا ضلمه، حياتنا كلها زحمه وضلمه، لو انت ماشيه ومش واخده بالك او مفيش اي حاجه تثبت لك ان المكان ده فيه مطب هتاخديه. انا معاك معاك يا استاذ محمد، بس عايزه اقول لك ملحوظه مهمه جدا. اتفضلي. كل حاجه ممكن نستفيد منها بالوعي وان احنا ننبه وان احنا ناخد بالنا منها الا بالضبط. القلب ده لو دق ناحيه حد معين انت ما بتعرفش، لا تقول لي بقى وعي ولا حد، لو جه 10 يقنعوك اللي انت بتعمله ده غلط انت ما بتسمع لهمش اصلا. مش بس كده، بالذات الحب اللي من طرف واحد، انك هتصحي من النوم تلاقي نفسك بتحبي. استاذ محمد، فكره الحب اللي من طرف واحد دي للاسف هي جزء كبير من تراثنا، بالذات مع البنت، لان زمان البنات ما كانوش بيخرجوا وكانوا مش شبابيك، وطبعا فيلم بين القصرين يعني يشهد على كده، ان هي كانت بتفتح الشباك وتعيش قصه حب مع خيالها هي، لان هي دي كانت خلاص، هي دي خروجتها وفسحتها وشوفتها وكل حاجه حقيقي. ولسه كنا بنقول يا استاذ محمد في اول الحلقه ان ممكن تلميذه عاديه ممكن تشوف المدرس بتاعها مثلا او الدكتور بتاعها بيتعامل معاها بطريقه شيك بطريقه لطيفه، فبتبتدي تحب ما بينها ما بين نفسها. تمام. ودلوقتي عندنا مشاكل ثانيه، عندنا مشاكل اسريه اللي ما بين الام والاب وسواء الانفصال، فبتخلي البنت تشوف ان المدرس ولا الاستاذ ولا المعيد ولا الزميل اللي هيكلمها بطريقه كويسه فده منقذني اللي هيخليني اهرب او اطلع من البيت. تمام. معانا استاذ عبد الله. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عبد الله، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا رب، منور الدنيا. تحياتي لكم يا فندم. ربنا يكرمك، اتفضل. أنا حابب أشارك يا فندم وأعيد على زوجتي يا فندم، هي ملاك معايا. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. هي ملاك معايا. الله. بلا واسطة. هي اللي علمتني. ربنا يكثر من أمثالك. هي بجد اللي علمتني الحب. الله بجد، الله. هي قاعدة جنبك؟ يا ريت بقى تقول لنا. هي أنت تاج فوق راسها. هي قاعدة جنبك؟ والله يا بختها بيك، يعني وصل لها منا ده، يعني فعلا يا بختك بيه، لأن قليل جدا لما تلاقي زوج يعني مثل زوج حضرتك يعني يطلع ويقول على الهواء قدام الناس كلها ان هو بيحبك وان انت ملكه وشالك على دماغه، دي عندك كبيره جدا، انت تحطيه في عينيكي يعني بجد، يعني ربنا يكتر من امثالك. شكرا يا استاذ عبد الله. يعني بصي، زي ما في امثله وحشه في امثله حلوه، وهنا في ناس لسه عندها حاجات جميله ما بتتكسفش تقولها. عارفه المشكله هنا بتبقى في ايه؟ بجد في مثل كده عندنا يعني موجود في مصر، يقولك اللي عامل زوجه مراته كأميرة يبقى اللي ربته ملكة. تمام. فبرضو هنا ما ننساش الأم، التنشئة أو البيئة اللي هو خارج منها. بالضبط. يعني الأم لو هي من الأول بتقول لابنها قوم عامل نفسك مثلا العشاء، سوي سريرك، حاجات بسيطة، مش هيبقى في حتة دي المعامله انت اعملي قومي هاتي لي شاي اللي بيها هي تبتدي تبعد او تقلل من مشاعرها او تقلل انها تقولها ان هو بص طريقه كلامه معايا. ففعلا هنا برضو عايزين دور مهم قوي للبيت، مش بس انفصال او بعد او المشاكل، لا طريقه تربيه الام لابنها. حقيقي. هنرجع لحته التنشئه دي بعد ما ناخد استاذه ساره. الو. عليكم السلام يا دكتوره. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ الحمد لله. ولك انا يعني في ناس دي مثلا زي ما انت بتقولي واحد بيحب مراته بس هو مثلا مراته راح تعمل عمليه بيخاف عليها وبيحبها، ها اللي هي تجاوب السلام. يعني انا اساسا جوزي اساسا بيحبني وبيحب بنتي ما شاء الله، ربنا يخليه. يعني اول ما يشوف بنته مش موجوده يقول لي هي البت راحت فين، وهي لسه بيبي مولوده ونايمه في السريره، يخش يصحيها. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هو بيحبنا حب، يعني ربنا يخليه لي، بس ربنا يهديه اللي هو منعني عن اهلي، ان انا مش عاوزني اروح اشوف اهلي. طب ليه ما اتكلمتيش معاه في النقطه دي؟ ليه منعك من النقطه دي؟ اتكلمت معاه مره واثنين وثلاثه، يقول لي اما جوز خالتك يموت ابقى اوديكي، مش عارفه اعمل معاه ايه. بصي يا ساره، هو يعني بالحب هتاخدي عينيه، والله العظيم بالطريقه الحلوه بالاسلوب بالاصرار، بس طول ما انت يعني لما بتسرع الموضوع كل مره يعني ما تقولوش بطريقه وحشه او بطريقه تضايقه، لا قولي دايما بطريقه حلوه، طب عشان خاطري، طب عشان خاطر بنتنا، طب ليه ماما وبابا، الكلمتين الحلوين دول سهل جدا ان هم يفكوا اي مشكله واي حوار. شكرا يا استاذه ساره.
نرجع تاني لموضوع التنشئه وقد ايه بيبقى عليه عامل كبير جدا جدا جدا، علشان عايزين نحط سبوت لايت على النقطه دي بالذات، لان فعلا دور الاسره ودور الام ودور الاب مهم جدا 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 في اخراج حياه زوجيه ناجحه بعد كده، يعني ولادهم بيطلعوا يعني رجاله سويه بالظبط، ما عندهمش عقد نفسيه بالظبط. تمام بالظبط، لان كل اللي بيتعلموه جوه في البيت بيروح بعد كده يطبقوه على مراتاتهم بالظبط. يعني واحد شايف مامته، انا عندي مامتي وبابايا لحد هذه اللحظه الاثنين بيدلعوا بعض، يعني ما شاء الله، يعني في السبعينات والثمانينات لحد دلوقتي محافظين على احترام بعض، وقد ايه هم بيحبوا دايما الكلمه الحلوه بينهم هم الاثنين يعني وتطيب الخاطر فعلا. يعني مره واحد قال لي كلمه حلوه قوي، يعني ما شاء الله ملتزم وبيصرف على مراته وي وي وي، فبقول له والله يعني كويس نادر دلوقتي لما بتبقى كده، عاده دلوقتي الحياه بقت مشاركه. قال لي انا نشأت في بيت والدي بيصرف على امي، كنت اشوفه يجي يديها المصروف ويقول لها شوفي هتنظميه ازاي. انا بابايا كان بيعمل كده بالظبط، فهو بصي اتعلم ازاي في الوقت دوت اللي فعلا يعني بقى العادي ان احنا كلنا نتعاون، ما بقتش حاجه عيب وما بقتش حاجه ما تصحش وما بقتش الكلام ده كله. فيقول لي لا ماشي عايزه تشتغل تشتغل، بس عشان لو هي نفسها في حاجه زياده لنفسها، انما الاساسيات انا شفت بابايا بيدي يعني لمامتي الفلوس. فهي دي برضو من ضمن الحاجات. الام برضو يعني انا بابا الله يرحمه كان لسه لازم احلى طبق فول ناكله من ايده، طبعا سندوتشات الجبنه من ايده. احنا عندنا يوم رسمي للحاجات دي بالتجمعات. ليه؟ لان جدتي عودت بابايا على كده، ان الحاجات دي انت قوم اعملها. عمي يحب قوي مثلا يقف في المطبخ ان هو ايه تخيلي يغسل مواعين، مش حاجه تقلل من مقدره خالص، ابدا ابدا ابدا. انا عايز اقول لك ان بابايا دلوقتي بيحضر لمامتي الفطار، كلنا بنحترمه ونقول يا ريت عندنا. ليه؟ لان جدتي الله يرحمها علمته ان ايوه قوم شارك في المطبخ. على فكره دي رجوله، ما هو بالظبط دي رجوله، واوعى تفتكر ان انت كده بتقلل من، لا دي رجوله، دي ده المعنى الحقيقي للرجوله. يعني انت دور ليك دور في البيت، مش حقيقي. دورك في البيت ان انت تقعد وتاكل وتشرب وتنزل وبالذات بقى كمان تنام بالظبط ازاي يعني. طب ناخد راي استاذ حمدي. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا استاذ حمدي؟ الحمد لله تمام والله، منور الدنيا يا فندم، اتفضل. الله يخليك اتفضل. انا كنت سؤال في الانجاب، يعني في الانجاب يعني متجوزين لنا 5 سنين يعني كده، و الانجاب انت اتاخر يعني حضرتك. انتوا متجوزين بقالكم 5 سنين ولحد دلوقتي انتوا لسه ما خلفتوش، تمام؟ كمل يا فندم. كمل يا فندم، سامعك. وبعدين؟ سامعني؟ سامعك اتفضل. والدكاتره وكده يعني ولسه ما خلفناش يعني لحد دلوقتي. فده الحب بيجي بعد الجواز يعني. يعني انتوا ما كانش في بينكم حب، بس في دلوقتي بقى في بينكم حب، بس الانجاب متاخر، بس انتوا بتحبوا بعض، صح كده ولا احنا فاهمين القصه غلط؟ تمام كمل يا فندم، سامعينك يا استاذ حمدي اتفضل. عندكم في حد معترض مثلا، يعني حد من اهلك، حد من اهلها معترض ان انتوا تكملوا مع بعض يعني سنين تانيه وهو لسه ما فيش خلفه؟ لا لا يا فندم ما فيش كلام ده عندنا. ما فيش ان شاء الله يا استاذ حمدي. يعني يعني بص سبحان الله الحاجات دي بتاعت ربنا. نعرف ناس قعدت 14 سنه وناس قعدت 10 سنين وناس قعدت 20 سنه وربنا في الاخر رزقهم بالذريه الصالحه. فان شاء الله باذن الله ربنا يجعل في صبرك خيرا كثيرا باذن الله. يعني يعني استنى شويه شوفي، اكيد ربنا يعني يعني ليه حكمه، ليه حكمه، وكل تاخيره ان شاء الله فيها خيره، وربنا يا رب يعني يكمل لكم مع بعض على خير ويرزقكم بالذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. ناخد اخر سؤال معانا، اللي احنا ما فيش معانا غير هم 3 دقائق. ازاي اقدر اتخلص من احساس الصدمه بتاعه الحب من طرف واحد؟ ازاي ابدا الخبره او التجربه اللي انا اتعلمتها؟ اول حاجه اشغل وقتي، لازم ابتدي اشغل بقى وقتي بحاجه تانية بقى، مش عشان مش هفضل وبعدين ما اقعدش بقى ادور اغاني بقى جرحي انا و... لا اشوف بقى رياضه كنت مهملاها حقيقي. بس احنا عايزين نطمع الناس ان هو طبيعي ان انت هتخشي في الاول طبعا في يعني في حاله حزن مؤقت، ده طبيعي كله بيعدي طبيعي. اوكي فده هيعدي يعني هي لو قعدت مع نفسها الابتدائي عدى والثانوي عدى وده كمان هيعدي والبرنامج اهو عدى وكل يوم 4 عمال يعدي
فده كمان فعلا هيعدي، فما فيش حاجه ما بتعديش. فخدي وقتك، خدي مرحلتك، خدي الدقيقتين ولا ال 10 ايام الشهر بتاعك، ما فيش اي مشكله، بس اطمئني انه هيعدي. بس ما تسيبيش نفسك بقى قاعده في الفتره دي حابسه نفسك في البيت، لان كده هيطول. على طول ابتدي شوفي هتشغلي وقتك بايه، هتعملي ايه، يعني هتندمج ازاي في حياتك عشان تبتدي حاجه جديده صالحه. دكتوره ماجي شرفتيني ونورتيني، وكانت حلقه حلوه حضرتك وتشريفك لينا ودايما منورانا والله. ربنا يخليكي. ميرسي يا دكتوره ماجي. ميرسي ليكي. قبل ما اختم حلقتي النهارده حابه اقول لكل واحد ممكن يكون بيتفرج عليا دلوقتي، كل واحده حب نفسك، حب نفسك عشان مفيش حد هيحبك قد نفسك، وخلي دايما حبك الاكبر للخالق مش للمخلوق. واوعى تفتكر ان كل نهاية قصة حب حزينة ان دي نهاية العالم، دي بتبقى بداية تانية وبداية احلى لقصة اجمل بكتير. اشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة مع برنامج كلام مهم مع مونيكا محي الدين. سلام عليكم.